وبالعودة إلى صلاح الدين، وضمن جديد الاستقرار الأمني وفتح نوافذ إضافية للاستثمار، دشنت منطقة الحاج شمالي تكريت أول منتجع سياحي يضم احتياجات المواطن والمؤسسات الخاصة والعامة ليشكل تحولا مهما في التكامل المجتمعي. إن شاء الله يكون بادرة خير لأهل المنطقة والأمان اللي موجود في صلاح الدين، وندعو كافة المستثمرين بالتوجه إلى محافظة صلاح الدين لأنها تعم اليوم بالأمن والأمان. هذا الصرح العظيم والبناء الحديث والتطور في محافظة صلاح الدين، وهذا ما يدل على أنه الأمن موجود وجيد جدا. ونشكر كل الأخوة الذين حضروا من مسؤولين وأهالي لافتتاح هذا الصرح الجميل، ويكون إن شاء الله استقبال كافة السواح من كافة المحافظات في عراقنا الحبيب. فاتحة خير للمحافظة، وهذا العمل يعود إلى قواتنا الأمنية اللي وفرت الأمن والأمان في محافظتنا وخلت العالم تعيش بحرية، ويوم عن يوم نشوف استثمار جديد وبناية جديدة. قبل هذا الشيء ما كان نقدر نسويه بصلاح الدين، فالفضل يعود لقواتنا الأمنية كافة والحشد الشعبي ودائرة المحافظة، وإن شاء الله يا رب يدوم الأمن والأمان على محافظتنا. يعتبر هذا صرح نقطة أساسية وسطية بين المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية، وبفضل الله سبحانه وتعالى وفضل القوات الأمنية نشكر كل قواتنا الأمنية وصنوفها وقوات الحشد الشعبي على تأمين هذا المكان والناحية، ناحية الحجاج بالكامل. سويت هذا الإنجاز لأنه شفت الموقع بأمان يوم عن يوم على أفضل وأفضل، وردنا نقدم خدمة للمواطنين بهذا الطريق العام، هيجي موقع هيجي مطعم 5 نجوم، واستثمار سوينا حتى الناس يعني يوم عن يوم يصير على أحسن، وحسينا بالأمان وتسهيلات الأمر من محافظة صلاح الدين. صار عندنا شجعتنا على هذا البرنامج، واحنا قمنا بالبرنامج والحمد لله والشكر. من 2019 بدينا به، 2022 كملنا الموضوع، والحمد لله والشكر الناس كلها مرتاحة بالمنطقة وبالموقع بالطريق وبالشارع كلها. هاي الخدمة للمواطنين